السلام عليكم، This is Black Inma. في المقطع السابق ما بعد قدرنا نشغل ألعاب PlayStation 1، واليوم إن شاء الله راح نشغل ألعاب PlayStation 2. الطريقة جدا سهلة، لكن قبل ما نبدأ يا ليت اللي مو مشترك في القناة يشترك ويفعل زر الجرس لكل جديد، ويلا نبدأ. الخطوة الأولى راح نحتاج نحمل المحاكي، نفتح المتصفح ونروح على الموقع الرسمي للمحاكي، راح أحط لكم الرابط في خانة الوصف أسفل الفيديو. لتحميل المحاكي عندي خيارين، الأول للنسخة القديمة 1.6 والخيار الثاني لتحميل النسخة الجديدة 1.7. هذه النسخة لها أداء أفضل، نضغط عليها راح يبدأ التحميل المباشر. ننتظر حتى يتم التحميل، بعد ما اكتمل التحميل نضغط على فتح ملف التحميلات. راح انقل الملف الى سطح المكتب، زي ما انتم شايفين الملف مضغوط، فاحتاج برنامج الفك الضغط. راح استخدم برنامج الوينرار، اضغط على استخراج في ملف، او اذا عندي برنامج السيفمزب كمان اضغط على استخراج في ملف. اختار وين ابغى احفظ الملف، انا راح احفظه على سطح المكتب واضغط على موافق. هذا هو الملف بعد فك الضغط، ممكن اني احذف الملف اللي حملناه عشان احفظ المساحة. الان نفتح ملف المحاكي، هذا هو الملف. عشان المحاكي يفتح الألعاب راح أحتاج إلى ملف البايوس. على ملف المحاكي راح أنشئ ملف جديد وأسميه بايوس. أفتح الملف. أنا عندي ملف البايوس محمل، ممكن أتركه لكم على الديسكورد في قناة الطلبات، أو ممكن إنك تحمله من النت مثلا من هذا الموقع، لكن حاليا ما أقدر أوريكم المواقع الثانية لأن أغلبها عليها كوبي رايت. نجي على ملف البايوس بعد ما تحمله وتحطه في جهازك، نفك الضغط عنه، نحفظه على سطح المكتب. هذا هو ملف البايوس بعد فك الضغط. نفتح الملف، هنا راح تطلع لي عدة ملفات، هذه الملفات راح أنسخها وأحطها في الملف اللي أنشأناه في ملف المحاكي. أحدد عليها كلها، أفتح ملف المحاكي. وأنقل الملفات كلها فيه. الآن البايوس جاهز. نفتح ملف المحاكي، أجي على المحاكي هذا هو، وأضغط عليه راح يفتح عندي المحاكي. هذه هي الواجهة الرئيسية للمحاكي. عشان نضيف الألعاب من الصفحة الرئيسية نضغط على خيار إضافة اللعبة. أروح على الملف اللي حفظت فيه للألعاب، أحدده وأضغط على اختيار المجلد، راح يسوي مسح ويضيف الألعاب الموجودة في المجلد. أضغط على نعم، هذه هي الألعاب زي ما أنتم شايفين. الآن راح نضبط الإعدادات، نروح على الإعدادات ونختار على الخيار الثالث البايوس. البايوس راح يطلع لك تلقائي، لكن إذا ما طلع لك تروح على المتصفح وتختار مكان اللي حفظت فيه ملف البايوس. وتضغط على اختيار المجلد، راح يطلع لك البايوس. الآن نختار على الاختيار الأول الواجهة. إذا أبغى المحاكي يفتح اللعبة على الشاشة الكاملة أحط صح هنا. أنزل شوي، هنا أقدر أغير ثيم المحاكي. مثلا هذا الثيم لون فاتح، أو هذا لون أزرق، أو حتى اللون الوردي للجنس الناعم. من هذا الخيار أقدر أفعل وأقفل التحديثات التلقائية. أحط صح هنا إذا أبغى أخفي مؤشر الفارة داخل اللعبة. بالقائمة الثانية راح يطلع لي مكان ملف الألعاب اللي أضفتها. هنا عندي إعدادات المحاكي، لكن هنا إن شاء الله راح يكون له فيديو آخر كيف راح أكسر سرعة المحاكي للأجهزة الضعيفة. نيجي على القائمة الأهم. من هذا الخيار ممكن إني أختار كرت الشاشة. ننزل شوي، هذا الخيار أخليها زي ما هي، فأمشي هذا الخيار. نروح على أبعاد اللعبة، ممكن أختار على اللعبة تكون على حجم الشاشة، لكن احتمال راح يطلع لك إطار أسود على الجانبين، أو إني أختار تكون اللعبة على الشاشة الواسعة. من قائمة الأداء ممكن أختار إذا أبغى اللعبة تشتغل على Full HD أو الـ HD، طبعا هذا على حسب قوة جهازك. الأفضل إنك تخليه على الأساس وشغل اللعبة، إذا جهازك تحمل أكثر من كذا ممكن تخليها الـ HD أو أعلى من كذا. إنك تقدر تغير خواص التباين، لكن زي ما قلت لكم خلي هذه الإعدادات زي ما هي. بعد ما تختبر اللعبة وتشوف قوة جهازك ممكن إنك تعليها.
يجي إلى خيار الذاكرة، هنا أقدر أنشأ ذاكرة على اسمي، أضغط على إنشاء وأختار حجم الذاكرة، أكتب الاسم وأضغط على موافق، أحدد الذاكرة وأخليها للمستخدم الأول. إذا كان أكثر من شخص استخدم المحاكي ممكن إنك تنشئ ذاكرة ثانية وأحط الاسم، مثلا إذا أنت وأخوك تستخدم نفس الجهاز ممكن كل واحد يحفظ تحت اسمه، ونضغط على أوكي. أحدد الذاكرة الثانية وأخليها للمستخدم الثاني، كذا كل واحد صار له ذاكرة مخصصة. الآن راح نضبط الجوستيك، أروح على الضبط وأنزل إلى خيار أدوات التحكم، أختار الاختيار الثاني لليد الأولى، هذا هو الجوستيك الآن التحكم على الكيبورد، أضغط هنا وأختار نوع اليد وأضغط على هذا الخيار، راح يحدد لي الأزرار تلقائيا. أختار على اليد، هذه هي، أنا شبكت هذه اليد. طبعا أنت راح تكون عندك مختلفة على حسب اليد اللي عندك. بعد ما أخش اللعبة إذا في خطأ أو زر مو في مكانه أقدر أرجع لهذه الصفحة وأختار على الزر وأضغط على يد التحكم، راح يتغير مباشرة. أجعل اللعبة اللي أبغى ألعبها، إذا أبغى أعرف إذا كانت اللعبة شغالة بشكل سليم في المحاكي من موقع الرسمي للمحاكي أروح على هذه الصفحة التوافق، هذه الصفحة راح تعطيك حالة اللعبة، ممكن إنك كمان تبحث عن اللعبة، مثلا لعبة ناروتو زي ما أنتم شايفين هنا جربوها على الإصدار 1.7 نفس الإصدار اللي حملناه، وحالة اللعبة إنها شغالة وسليمة للعب. عشان تشغل اللعبة كل اللي عليك تضغط ضغطتين على اللعبة، زي ما انتم شايفين اللعبة شغالة وكل شيء تمام. وإلى هنا وصلنا لنهاية المقطع، لا تنسى تضغط لايك إذا عجبك المقطع وفادك، وتشترك بالقناة عشان يوصلك مثل هذا المقاطع أول بأول، وفي أمان الله.